انتهي في 2016، الان لم ينتهي القانون، بدأوا يمددون به. هذولا امتيازات ياخذون اقل واحد بيهم ياخذ 1,000,000 دينار عراقي شهريا. يعني اليوم عندما العباد يتحدث على 50,000 فضائي مثلا، ايه هؤلاء صوتوا ايضا طبعا هذولا. طيب ليش سكتوا عنها؟ ليش ما صار تحقيق؟ ليش ما علنوا عنها؟ يعني هاي لو واحد من نقول، خلينا نقولها، لو واحد من هذول المشتركين بالعمليه السياسيه باسم السنه مسويها، ما كان علقوا سووا ارهابي؟ 50,000 عسكري فضائي، هذا يشكل جيش كامل، معناته كيف يكون الارهاب اذا؟ انت عندما تكون عندك قطعه عسكريه من 10,000 مقاتل ويقول لك ادي واجب يحتاج 10,000 مقاتل، وانت عندك نصهم هم فضائيين، شلون راح تقاتل؟ راح يقتلون الباقين كلهم، دماء ابناء العراق تذهب هدر بسبب هذه الممارسات الخاطئه للحكومه. هناك من يرى بان ما حدث هو ربما يدخل في اطار خلاف بين مقتدى الصدر والمالكي، ليس الا هو الصراع على ربما ما يمكن ان تفرزه الحرب على الموصل وما بعد الحرب على الموصل. بدات نرجع لهذا الموضوع هذا حتى نسلسله بحيث يكون واضح للمواطن. العبادي بعد ان كان ضغط شعبي عليه في العراق اتجه الى موضوع قال نطرد الارهابيين من الرمادي. الكل يعلم انه توقفت التظاهرات لان اكو ارهاب موجود، انتهت الرمادي وانتهت الفلوجه وراحوا صلاح الدين وطلعوا الى الموصل. بات العبادي على وشك ان يحقق نصر بالموصل، يطرد داعش، يامل من خلال طرد داعش يصير له دعم داخلي وقوه داخليه واقليميه ودوليه، دعم الى نتيجه التحالف الدولي اللي وياه. هذا الامر لا يخدم المالكي ولا يخدم جماعه واخرين، ما يريدون لعبادي ان يكون هو في الصداره او هو المنتصر. نعم هو عنده، انا لا انكر شيء، هو لديه بعض المحاسن يريد يحاول يعملها، لكن الكتل الاخرى لا تقبل. هو يحاول لكن لا يستطيع لان هناك الكتل حوله كلهم يريدون اسقاطه. شوف اللي صار بعد هالعملية، ما بدت الانتصارات وانسحب الموصل، صار أكو تلكؤ بالعمليات العسكرية بشكل مقصود، بحيث تدري أنت إذا إلى يوم قبل 3 أيام رجعت داعش إلى الجانب الأيسر وقامت تدخل وتضرب داخل الجانب الأيسر اللي تم تحريره. تدري الآن داعش تتهاجم في صلاح الدين وممكن تحت صلاح الدين مرة ثانية. تعلم أنه أول أمس طلعت دورية إلى منطقة السحل جنوب غرب الرمادي، داعش متواجد هناك ويضرب على 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 حديثه، عفوا على حديثه، موجود في كل العراق. اذا داعش بدا يرجع ليش؟ لانه اكو ناس ما تريد داعش يخرج من العراق. ايران لا تريد ان يخرج داعش من العراق. لو خرج داعش وخرج الارهاب العالم سيحاسبون السلطه، يحتاجون الى بناء دوله. من يبني الدوله؟ يحتاج نظام سياسي. هذا ما يجوز يجي نظام سياسي غير موالي لإيران. الكتل السياسية إحراز نصر لشخص معين قد يصبح عليهم مسؤول أو أكبر منهم، وهذا ما يريدوا. إذن من يدفع ثمن كل هذا؟ دي يدفع دماء عراقية. هؤلاء الساسة الآن دي يتناحرون فيما بينهم، ومن يدفع الثمن دم عراقي وأموال تهدى العراقية على معارك لا جدوى منها. معركة الموصل بكاملها، وأي عسكري محترف يعرف هاي العملية، معركة الموصل كلها انطيها لضابط محترف وقوات محترفة وعشر العدد هذا اللي اشترك، صدقني لا تطول أكثر من 15 يوم في أبعد الاحتمالات ترجع الموصل. طيب بكامل. طيب إذا كانت التظاهرات ليست خطيرة، يعني لا تشكل، هي تهتم بجزئية فقط مفوضية الانتخابات وليست قضية جوهرية التي كان يطالب بها المتظاهرون منذ سنة، إصلاح وإطاحة بالحكومة وإصلاحات جذرية حتى في العملية السياسية، لماذا يتم الاعتداء عليه؟ يقول لك أنت جيت مطلب صغير وهاجمتك بهالشكل، كيف إذا جيت تقول لي أسقطك؟ شوف المعادلة، أنت جيت تطلب مطلب بسيط بس تجاوزت علي، أنا قتلت منك هالقد و 220 واحد تقريبا سقطوا منها، حتى خاف تفكر مستقبلا تجي طالب اسقاط حكومه، اسقاط برلمان، تدخل البرلمان، ترى احنا مستعدين لك. والشاهد عيان وطلعت على الفضائيات ناس مشتركين بالتظاهرات
أكدوا أن اللي كانوا ضربوهم هم ليسوا عراقيين، كانوا يلبسون ملابس عسكرية ومخفية وجوههم اللي هم على جسر الجمهورية اللي ضربوا المتظاهرين. ما حد ما عرفهم لحد الآن، هم طالبين تحقيق منو ضربهم دولة، اللي يضربون دولة مو عراقيين، من من حتى ما تكلموا وياهم. الشرطة لأنه الجيش والشرطة اللي موجودين كانوا مع المتظاهرين ومتعاطفين وياهم، كانوا يحموا المتظاهرين. نعم هذا لأنه هذا هو هم جزء من العراقي، هذا اللي دي قاتل منه واللي دي يضرب دولة. هاي شوف القضية شنو هي، بعد وين وصلت الأمور، لأنه الحكومة الآن مهيئة القانون الحشد الشعبي اللي طلع هو أساسا اللي ضرب كل من يحاول أن يمس العملية السياسية. لكن هناك البعض يعني قاعد بعض البيانات نسبت لي أو جاءت وردت في بعض وسائل الإعلام قالوا بأنه بعض المتظاهرين كانوا يحملوا السلاح. هذا ممكن أنت تملك أي واحد، تدري أنت السلاح مباح بالعراق كله، يعني شنو سكينة أي واحد يشيل، مسدس أي واحد يشيل. أخوان أنت الأسلحة اللي ضربوا ليش سلاح خفيف؟ هسه قبل قليل تحضرت قلت انه ضربوهم من بالهاونات والراجمات من الكندي، من خلف سفير كندي ومن حتى هذا، يعني حتى هذا الشعب الميليشيات الان في بغداد بيوت موجوده بها يعني بس دبابه ماكو. طيب عندما يتم اطلاق صواريخ من كاتيوشا من منطقه البلديات، وتتعرف البلديات والشارع الفلسطيني، يعني من يسيطر على تلك المناطق في رأيك، ومن يستطيع أن يعني يطلق صواريخ كاتيوشا، وربما حتى تحدثوا عن صواريخ الهاون مثلا؟ أنا أعتقد أنه يعني هذا لا أقدر أجزم لك فيد، لأنه بس هو قابل لشيئين، إما انتقام لسقطة قسم من التيار الصدري ضربوا هاي، لأن هي مناطق متواجدين بها وبعضها ممكن يعني غيرهم يجي، يعني هاي واحدة، أو هناك من حاول أن يلصق بالتيار الصدري هذه العملية، أن يضرب هذه ويتهمون الصدريين، لذلك أكونا خلاف. هسه الآن الصدر دعا لتحقيق والحكومة تحقيق وليشوفون اللي انضربت هي هاونات 120، لأنه الهاونات 82 ما توصل، هاون ثقيل يعني 120 متوسط 120 مليم، واللي انضربت هي الراجمات الإقراد المسحوبة لـ 12 صاروخ، وهذه سهلة الحمل وسهلة حتى وضعها بعجلة، يعني ممكن يشيلوها ونزلوها ويطلعوها صغيرة، لكن مداها يوصل هذا المدى وعشوائية، يعني بالتأكيد مو ذاك الدقة به، لكنه صارت أماكن متفرقة. هذا يعني دليل خطير على أن راجمات صواريخ في داخل مدينة بغداد، يعني هذا هو بحد ذاته هذا خلل أمني كبير. هاي إحنا وين قاعدين، هاونات داخل بغداد؟ يعني هاي شو القضية، هي تعطيك مؤشر على عندما يتم معرفة من أطلقها، يعني حتى لو عرفت كيف دخلت الهوانات بالسابق يقولون تفجيرات داعش، هسه ايش تقول على هذا؟ هم داعش ضربها، هسه انتم تقولون هاي ببلديات كلها موجودة قدامكم وتزمتوا الأسلحة وتزمتوا أشخاص بها، يا بتر تفجيرات لا داعش ولا غير داعش، بينات واحد يضرب الاخ، المهم يقتل اكثر عدد من العراقيين ويتهم هذا وذاك ويخلي الطائفيه والمشاكل مشتعله بين الاطراف. طيب حركه مقتدى صدر الان، الا تعتقد بان واتباعه، الا تعتقد بانها هي حركه استباقيه لمحاوله قطع الطريق على الملك الذي يريد العوده الى السلطه؟ هو أنا قلت لك، وهذا هو صراع يعني جرهم إلى موضوع الانتخابات. أنتم من جهة قبل المطالبات قبل أشهر بتغيير الحكومة بكاملها، الآن أنت كل عقله المتظاهر أنه إذا غير المفوضية مين راح يجيك، منين يجيبوا لك؟ يجيبوا لك من جيبوتي، من الصومال، ما هو ريهم نفسهم كلهم. يقدر هو يقدر واحد بالعراق الآن من 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 وزير وانت نازل، يقدر شخص واحد يخالف أوامر قتلته أو الميليشيات جاهزت له، لكل شخص مسؤول بالدولة ما يقدر ينفذ اللي يريده، هو لازم اللي أملوا عليه سادة اللي عليه، هذا معروف في العراق. أي مواطن يعني مواطنين أكو بهم يعني برلمانيين اتهم شتى الاتهامات، حالة ما أعلن أنه هو يريد يصلح شيء. محافظ صلاح الدين الآن يطالبون رئاسة الوزراء الطالب البرلمان بعرض بتصويت بطرده بحالته أو بطرده من الوظيفة، ليش؟ ما حد يعرف ليش، لأنه أعلن قبل أسبوعين أنه هناك نفط يهرب من جبال حمرين ولا يعرف إلى أين يذهب، يعني كشف عن فساد
بعد يومين راح أتذكر كلامي نائب من الحويجة من عفوا من الحويجة من بيجي من نفس المنطقة راح يجونهم علي نفس الشيء هم راح يحاربوا لأن هذا قال كشف أو قبل أيام أنه مصفى بيجي تفصخ كله وحملت كل هذا واختفت اختفى مصفى بيجي بالكامل يعني شالوا كل منشآته الأجهزة يعني ما حد يعرف وين راحت وقت سكة الحديد سكك الحديد مالته الآن بدأوا حتى سكة يرفعوها لمصلحة من هذا كله يجري تدري أنت هاي الدولة العراقية كل واحد يفكر بمشروع يخدم العراقيين يقتل أو 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 يقال أو يهجر لكون أنت كل ما عملت تبني أنت تكتفي ذاتيا وما تستورد من إيران. لا لا المقتضى الصدر حتى الأطراف حكومية تحدثت عن مندسين هم الذين أطلقوا الرصاص يعني في بعض المواقع الإعلامية الأخرى يعني بعض نسبة نفس بيان لقيادة العملية المشتركة أن هناك متظاهرين مسلحين وما إلى ذلك وأطراف أخرى تحدثت عن أو الحكومة وحتى مقتضى الصدر تحدث عن مندسين يعني هل يمكن يكون هناك مندسين ومن يكونون يعني؟ شوف في كل تظاهرات تحصل من أي مكون نعرف كل العراقيين يعرفون يطلعون مجموعة لحماية التظاهرات من أي إرهابي من أي حد يعتدي عليهم ويحملون أسلحة هذا معروف يعني معروفة في كل تظاهرات يطلعون مجموعة لحمايتهم من أي اعتداء من آخرين عليهم هذا وارد إذا يدي يعتبر ذولا هم مندسين لا هم مندسين ذولا ثم ما أطلق أي رصاصة من المتظاهرين نهائي ما حد قال أبدا الرصاصة تجي من القوات اللي هي على الجسر هناك مقتل أحد المنتسبين يعني إيه هذا من لأنه صار أنت شفت في الأفلام صار نيران عشوائية تنضرب فما تعرف من اللي يضرب ومو بعيد واحد من صدفة مندس للقضية هاي لكن المبدأ كله أنت منو بدأ العمل بدت القوات اللي تحمي المنطقة الخضراء على الجسر بعد ما وصلوا الجسر فإذا القضية نرجع للأساس هو لا تذوبون هذه الروحية ضد السلطة هذه بجزئيات صغيرة لماذا ندفع دم من أجل تغيير مفوضية تتعلق بالانتخابات أستاذ قصير إذن هي مصالح الانتخابات هي اللي تجيب هؤلاء الذين يحكمون العراق وثلاث مرات جبناهم يعني شو تأمل بالمرة الرابعة يعني تأمل أنه يصلح لا مستحيل وقلت لك الأسباب لا تعداد سكاني لا قانون انتخابات صحيح لا مفوضية صحيحة تدخل الكتل في كل شيء هناك ملايين فضائيين شلون أنت تسوي انتخابات يعني أكبر مشكل في العراق في الانتخابات هم الفضائيين بس يعني قبل كل شيء نعم هذا هي المشكلة الأولى هاي الأولى والثانية عندك أنت في النظام نفسه انتخابي تدري أنت ما نقول أسماء أكو أسماء ألف صوت عنده عضو البرلمان الآن أقل من ألف صوت عنده عضو البرلمان يعني قانون الانتخاب هذا القانون ما لهم اللي إجاهم يعني قانون الانتخاب يعني العبادي عنده 6000 صوت علي نصيف عنده 3000 صوت أعضاء وصار رئيس وزراء يعني والمالكي يقول كان عنده 700,000 صوت ما صار رئيس وزراء أي انتخابات تحشون عليها أنتم إذا تشعل على انتخابات حقيقية لكن الكل يشكك فيه دحشي لك هذا يعني 700,000 صوت وإنسان يقال أنه يعني منبوذ لدى الشعب العراقي إيه؟ إذا يعني كيف يحصل على 700,000 صوت هاي حصل قلت لك قبل شوية أموال العراق دفعت الناس ما زال يأخذ الرواتب من المالكي راتب يأخذ شهري مليون وأكثر هذا ينتخب العبادي ينتخب واحد وطني يجي القانون هو يتقاضى من الحكومة لكن من الحكومة لكن منه سوى القانون هو هسه بقوته وقفه لا هو سوى هو سوى لكن ليس مش هو اللي يدفع الحكومة اللي تدفع نعم الدولة اللي تدفع يعني من أموال البلد لكن إذا أحد ما يقدر أحد يغير القانون لأنه هو واقف أيضا حاميه إذا لازم يبقى هذا يحاولون يبقوا لأكثر أطول فترة ممكنة وما دام باقي هو امتيازات الدولة وراح تجي انتخابات قادمة إن صارت انتخابات في أيلول القادم يعني لا في أيلول المحافظات في 2018 مال 2018 نعم تم تأجيلها يعني وأذكرك بالكلام يعني من الآن أقول لك المالكي سيأخذ أكثر من 600,000 صوت يعني حاجزهم لي أنا هاي هذول اللي يأخذون فلوس العراق هذول هم راح ينتخبوا لي قدام هذول اللي إجوا معهم جنسية لا بهم فيهم لي مثلا من الصدريين من الكتل الأخرى ما كل أقلة دا أقول لك ذول رواتب يأخذون رواتب من الدولة بنفس المالكي هاي وحدة القوى الأمنية والميليشيات هاي اللي كلها اللي هي هاي كلها لأتباع المالكي الميليشيات هاي كلها تنتخب إله لأنه هذا يمثل جناح إيران وهؤلاء مستفيدين من هذا الرجل هاي القضية اللي حكيت لك يا خليفة مو الشعب العراقي وهاي صارت ثلاث مرات
يعني شو تأملون 2005 أو 2010 أو 2014 طلابة يعني تريدون هسه 2018 تعيدون نفس القضية؟ لا مستحيل. شقد ما حاولت القوى الشريفة الوطنية موجودين هواية لكن ما يخلوهم ما يسمحوا له ياخذ 10 15 20 صوت اقصى ما يمكن يحصلوه، لان النظام كله غلط. حتى الدستور باشياء الان الاوضاع ربما اخطر، لان عمليه التهجير ايضا في كثير من المدن العراقيه هو اصلا يعني حتى في 2010 اذا تلاحظ انتخابات اللي صار اللي بيه فاز بها المالكي في 2010 باتفاق مع كل الكردستاني في ذلك الوقت غرقوا مناطق غرب بغداد كلها وهجروا الناس كلها، الناس ما اشتركت بالانتخابات كلها، جيبوا واشتغلوا انت يمك. قام اي واحد ما يجي راسا اجي اسجل اسمه وروح، ماكو لا بطاقه من صدق ولا بصمه ولا عين ولا كمبيوتر ولا غيره. وبالانتخابات الاخيره نصف الناخبين اللي كان ضمن اليه الكترونيه اشتراها المالكي وتحكم بها، ونص الله كان يدوي وباوع اللعبه. ده يصير قضيه انهم ما حد يقدر يجي يحكي. ليش؟ انا في 2010 اخذت التزوير بالكامل بالاسماء بارقام هواتفهم بكل شيء 100%، سلمته الى من قسم المكاتب العراقيه، تتفضل هذا التزوير، اتصل بتليفون اي واحد من ذولا، حتى التليفونات موجوده. قال نعرف ندري بس شو نسوي، يعني احنا ما دام فزنا بعدد اكبر هاي هي بعد ما يأثر. تقصد الأرقام العراقية من فازت ب 91 صوت علوي. فقلت على كل الآن بالنسبة لي مين دا وصلك يا هل القائمة العراقية وغيرها حتى من المكون السني ليسوا متواجدين في التزوير أيضا في العملية الانتخابية في مناطقهم؟ نعم بس بكمية أقل لأنه مشاركين قلة. وبعدين أنت حتى نظام توزيع الآن أنت محافظة مو قلت لك الحكي هواي علي هذا وأني يعني مثل صار عندي خبرة كبيرة بي. محافظة نفوسها 1,000,000 كانوا قبل الاحتلال، تزايد السكاني مالها بقت هذا إلى الآن هي 1,400,000. في بعد الاحتلال مئات ألوف من هالمحافظات انتقلوا إلى بغداد أخذوا بطاقة أخرى، وهذولا بقت نفس العدد. هذا العدد اللي هو 1,500,000 مثلا يحصل على ضمن هاي 15 نائب، لكن موجودين هم 500,000 أو 600,000، مفروض ياخذ 6 لو اقتعداد صحيح على كل محافظة تعرف ايش قد نفوسها الآن. زين انت اللي برا عايشين اكثر من 4,500,000، هذول وحدهم اذا على 100,000 كل واحد 45 صوت بس اللي عايشين برا، كلهم ما اشتركوا من عندهم ما جابوا صوت واحد، 40,000 ما اشترك من عندهم لانه راضين عملية هذه. القضية هذا أمثلة هواية ما أقدر أشرح لك إياها ويطول، أمثلة موثقة أحكي لك إياها، يعني ما أقدر أحكي لك أي كلام أقول لك إياها واثق منه. الآن حدث ما حدث، كان هناك قتل للمتظاهرين، اتهامات حتى الآن متبادلة، إشارات من هنا وهناك لأطراف يمكن أن تكون هي المتورطة، حتى هناك من لمح إلى إمكانية أن تكون إيران لها دخل بما يحدث أو بما حدث. هم قلت لك أنا بالنسبة للتيار الصدري ما زال بشكل أو بآخر جمهور الصدريين وليس المقتدى الصدر هو لا يتعاطف مع إيران، هذا واقع الحال الموجود. كثير يعني يمكن أنا أجوش نظرة إلى الموضوع هذا، الصدريين قاتلوا الأمريكان في السابق وحوربوا معروفة هاي، الصدريين في 2005 نعم يعني قلت لك يعني هذا مكون من شعبنا نحكي بأمانة، أنا عشته وما أقدر أكذب لا على نفسي وعلى الآخرين. في 2005 هم كانوا يحمون المناطق بدل الشرطة، هذا بعيني شفته أنا وعشته. يعني اللي صار أنه يحمون المناطق من 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 من, من أي من كان ماكو شرطة ولا جاي صارت وطلعوا من السجون، فكانت غارات على الأماكن، سرقات، اعتداءات، نهب، سلب صار، فكانوا هم والمناطق إحنا كنا ننزل دوريات بالمناطق مالتنا حتى نحمي منطقتنا من أي واحد غريب يجي، يعني كنا مسلحين كل البيت عنده سلاح كان. في ذلك الوقت بعد 2006 صارت قيس الخزعلي هو كان مجموعته اللي هي أدت إلى قتل العراقيين وتسليب وغيره باتفاق مع إيران. هذه هي المفصل، هذا هو المفصل اللي الآن اتهم به الصدريين. وأنا شخصيا وقايلها سابقا تعرضت لابتزاز من قبل ناس ادعوا أنهم صدريين، وبعد أن تم التحقيق ومسكهم طلعوا من الصدريين، هم صدريين مسكوهم نفسهم جماعة عصابة الحق. لا حتى من غيرهم،
حتى الإمام انتمي قال أنا صدري، صار تشويه للتيار الصدري في ذلك الوقت، واستمرت وراها إلى ثورة الفرسان في 2007 و8، حاربوهم وهجروهم وأعرف كل هذا يعني. وكان قوات بدر هي كانت من تصدى لهم في قتلهم وإيذائهم بدعم من إيران، لأنهم ما كانوا يرضخون لأن يكونوا جزء من منظومة إيران في العراق. هذا شوف التشويه اللي يصير إعلاميا على الصدريين، وتركيز بالرغم من أن الصدريين لحد أنهم ليسوا الحشد الشعبي ولم يشتركوا بأي معركة من معارك الحشد الشعبي، لا في الرمادي ولا في جرف الصخر ولا في هذا، هم عندهم سرايا السلام بالتاريخ نعم في سامراء يحمون الأماكن المقدسة. أنا أحكي لك واقع حال، لا أدافع عن هذا ولا هذا، لأن مثل ما أحكي على السني الموزين أحكي على الشيعي الموزين، مثل ما أحكي على السني الزين أحكي على الشيعي الزين، لأن هذا كل شعبنا. هم يقولون سنة وشيعة، أنا ما أعترف بالقضايا هاي، ولكن أحكي لك على مكونات عراقيين، على عراقيين زين. هؤلاء ناس يعني اللي طلعوا تظاهرات من 9 محافظات من الجنوب، ذول هم العراقيين حقيقيين، ذول هم العروبيين بغض النظر عن تقول لي دينك تقول لي مذهبك، ما لهم علاقة هاي الموضوع. هاي فقط في عقول الساسة وفي عقول بعض المرضى اللي للأسف دائما أسمعهم على يوتيوبات، فلان أو فلان يحاول يأجج هذا الموضوع، وهذا اللي موج أصلا في عقلية العراقي الحقيقي. نعم الآن يعني الناس كلها تتساءل عن انعكاسات ما حدث، كيف ستنعكس يعني في الأيام القادمة. هناك من يسعى إلى التدويل بعض، حتى هناك من لوح بهذه الورقة تدويل ما حدث، وهناك اتهامات أيضا، حتى بعض المواقع العالمية تشير إلى المالكي بالاسم أنه وراء ما حدث، ويعني جماعة مقتدى السلطة الآن طلبهم بالهدوء، طالب أتباعه بالهدوء أو دعاهم للهدوء، لكن الأمور ربما هناك من يخشى أن تأخذ أبعاد غير محببة في المرحلة القادمة. اللي قتلوا استشهدوا نقول 7 و200 يعني 207 كل الجرحى. في تفجير الكرادة 300 شخص فقط اللي ماتوا، تعرفت المفتاح شو اللي حصل؟ هل حاسبه مقصر؟ هل لكن لم يعرف حتى الآن من لن يعرف هؤلاء الملثمين أبدا. من يأتي يعني هذا الموجود أمام الشرطة وأمام الجيش ويطلق على أساس هذا الموجود طبعا. هذا الموجود من سمح بدخول داعش إلى الموصل؟ ما حد يعرف لحد الآن. أنت عندما قلت بأنهم لا يتكلمون العربي، هذا ما تقولون حسب ما يقولون يعني الناس اللي سووا لقاءات وياهم السومرية وغير قنوات، إشارة إلى أطراف أجنبية، ما حد يعرف. أنا ما أقدر أقول لك بالضبط، لكن هذا ما سمعته أنا بالأخبار، وهذا وارد يعني قسم من حراس التوري، لا استبعد أنه جزء من حراس التوري الآن موجودين الدفاع عن منطقة الخضراء، تصل حراس التوري الإيراني. نعم لا استبعد ذلك، أو هم من العراقيين لكن ما يتكلمون حتى لا يكشف وضعه ولا يكشف شخصيته. القضية أنه أنا اللي أسف إله أنه دم عراقي يذهب هدر بلا فائدة، ماكو داعي لكل المظاهرة هذه. أنا ما أطلع مظاهرة غير مفوضية، لا البعض البلد السياسي، أنتوا كنتوا تنادون بتغيير نظام سياسي وحكومة إنقاذ وتكنوقراط لإنقاذ العراق، اليوم تنقذ مفوضية حتى تعيد انتخاب نفس الفاسدين؟ تتصور أنت ذولا هالكتل هاي راح تفرط بأصواتها؟ أكو يجيك واحد رجل دين. هناك رأي آخر مطروح، حتى بعض الكتاب تطرقوا إليه، قالوا بأن من هناك عملية مدروسة تم ربما نشر إشاعة وسط الناس إلى التظاهر ضد المفوضية الانتخابية، مقصود من أطراف داخل تمثل كتل سياسية مهمة في العراق، لأنهم هم أصلاً يريدون تغيير مفوضية الآن. أنا قلت لك هناك نية لديهم، وبالفعل يقال الآن تم حل مفوضية وحلها، ومن راح يجي؟ من راح يخدم؟ من راح يقدر تشكيل؟ وكأن القضية هذه أخي لو يجيبون من آخر العالم، هذا ما يقدر يتصرف لأنه أكو من يهدد حياته، ما يقدرون هذولا. يعني أنا إيش أجيب لك أنت؟ راح أجيب لك مثال آخر كل العراقيين يعرفوا، في الاستفتاء على الدستور الموصل كانت 87 إلى 85% كل مدنها باقية منطقتين أو ثلاثة، وأكثر من 80 مدينة هي أو 80 حي كلها ضد الدستور. يجون يأخذون الأوراق يبقون شهر، تتذكر سيدة حمدية الحسيني
وصالح المطلق في وقتها هن الشعب العراقي بسقوط الدستور وكل موجودين يعرفوها زين. شلون وراء 20 يوم يطلع أو أكثر قريب الشهر لتفرز مجموع مليون بطاقة لو قدامنا أن يكسى صح كلا ونعم كلا ونعم خلنا نقعدنا 3 ساعات أن يراك مو أكثر نفرسها كلا ونعم على السريع وخلص شهر كامل طلعوا وقالوا لا الموصل مع الدستور. هذا الضحك انتوا مو مثل العراقيين دمر العراق الدستور هذا شهر كامل يفرزون بس محافظة نينوى يعني مليون صوت قريبا مليون وشوية صوت نعم يفرزون نعم او كلا. هذا الكلام اكبر دليل على انه يا انفوضية وموجودة السيدة حمدية ويا ريت تطلع وتحكي شو تقولها هي. هذا انا متابعة شخصيا عدا امور اخرى ما اقدر ماكو وقت احكيها. تصريحات كانت كلها ضد الدستور والدستور طلع 99% مشاركين في حين انتخابات 2005 بفتوى ودنيا وغيره كلها طلعوا المشاركين 51% وبالدستور 99% راحوا يعني عملية تزويع هذا كله. هذا كل المفوضية خلي يطلع واحد منهم خلي يحكي الحقيقة. تدري إذا حكوا الحقيقة الدستور يسقط الحكومات اللي صارت كلها كذب زين تطلع فضايح بس الله يدري. وذكرك وذكر العراقيين يجي يوم وقولوا قال إذا أكو انتخابات صحيحة صارت في العراق هسه شوفون أبدا كلها تزوير. حتى النسب حتى هذا النسب اللي يمشون عليها والمحاصصة كلها غلط وكاذبة. وما نريد نحكي إحنا لأنه إحنا ما نريد نقول هذا شقد وذاك شقد لأنه إحنا المهم أنه أنا يجيني عراقي شريف وطني يحكمني مهما يكون دينه مهما يكون قوميته يخدم العراق أحطه على رأسي ما له علاقة بدينه وغيره. طيب هذا الحراك هذا ممكن يكون عنده علاقة بمجيء ترامب والسياسة الجديدة ربما التي ستتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. هذا الكل هم دي يعملون عليه بس ما أعتقد هاي الطرف له علاقة بالموضوع هذا. هذا هي متسمرة المظاهرات يومية طلعهم قلت لك تميعها إلى أن صارت من إسقاط حكومة طيب العقلة إلى تغيير مفوضية العقلة. المظاهرات مستمرة نعم منذ أمد طويل هناك مظاهرات لكن لم يتم الاعتداء عليها بهذه الكيفية. تم الاعتداء عليها من قبل في 2012 على ما أعتقد مقتل 27 في ساحة التحرير في بغداد. نعم قالوا الحق قنذاك و كل شيء ذا نعم ولا مثل ما هذول هم راحوا بعد ذلك لم تحدث يعني لم يحدث اعتداء على المتظاهرين يعني طلت هذه المده خصوصا منذ حوالي سنه. هذه المره لماذا هذه المره بالذات يتم الاعتداء على المتظاهرين؟ هذا صارت يوم هي هاي لم تكن مقصوده الحقيقه الامر يعني نعم يعني صارت يعني تعرف انت مثل اللي يعني في مكان ما لعبه قدم او غيرها يعني اثنين مشاده تصير وتعلق قضيه بيناتهم يعني مو قضيه مو تقول دبوا المنطقه الخضراء ضربوهم لا بعدهم بعيدين جدا وصار الضرب. هو لهذا يشك انه اكو ناس من دسين حاولوا يشوهون. لا ننسى انه قد ممكن هل من دسين دولة دي ينطي اشاره لهؤلاء المتظاهرين انهم حتى لا يكرروها. لا حتى القيادة المشتركة قالت أنهم اقتربوا من مناطق غير مسموح فيها. لا اللي اقتربوا إلى هو من جهة ساحة التحرير أكو خالين دعامات كونكريتية. إذا لا تعتقد أنه مخطط الاعتداء على المتظاهرين هذه المرة؟ نعم هذا مخطط له. لا يعني مو مخطط له يعني كان هناك من لأنه كانوا جيش والشرطة الحقيقة هذه الناس حشوها يعني نحشي الأمانة جيش الشرطة وياهم لأنه ناس مسالمين يعني قعدوا وقبل الصلاة وطلعوا الناس حكوا على المدرسات كان يعني خطاب وياها خطاب لكن الملثمين الذين يتحدثون عنهم واردة في كل شيء. قلت لك ألم تراهم قوات الأمن والشرطة وما إلى ذلك كل يعرفهم ماكو واحد ينزل ملثم شايل سلاحه ما حد يعرفه يعني ليه ما تتوقع يكون إرهابي شلون تتركه يتحرك إذا أمو أنت تعرف هذا من هو من هالقضية. أنا بس يعني أقول لك إنه أنت سألت السؤال ما جاوبتك عليه إنه هو هل هي العلاقة بترامب اللي علاقة بترامب الآن المبادرات السلمية اللي طرحوها الجماعة كلهم عمار الحكيم باقر جبر والصدر ينقح بها هذه اللي ينادون به الآن ليه يضحكون بها الشعب العراقي. أنت تنادي بمصالحة وطنية ما بعد خروج داعش من الموصل وربك ما يطلع داعش من الموصل ما دام هاي الحكومة موجودة لا تصدق يطلعون وراح يبقوها هاي مناورة ويا داعش إلى أن تجي الانتخابات لأن داعش اليوم رجع ينتشر مثل ما كان أول ما دخل 2014 يبقى داعش ليس لأنه قوي أو قادة للقوة لا لأن ضعف المقابل وتشتته
وإشغال بغير أمور مو لقوة من القوة هناك من يريد أن تبقى داعش. نعم داعش من هم شنو مداعش داعش مجموعة مجاميع إرهابية هذا عشائر ذول أبناء العشائر هسه ليش أبناء العشائر الحشد العشائري في الأنبار ليش ما تسلح وتخلي قاتلهم ذولا ما ينطي سلاح ليش ما تسمح للحشد الحشد الحرسني نوا اللي ويأتي نجيف الحرس الوطني تقصد اسمحوا لا اي الحرسني نوا سموه ليش ما تسمح له 15,000 مقاتل يفوت يمسك المناطق يا أخي كلها قضية يعني أكو من دا يرسم سيناريو معين لقتل أكبر عدد من العراقيين وإطالة أمد الإرهاب وإطالة الدمار المالي والبشري. أنت لا تعتقد أن قضية تأخذ انعكاسات خطيرة أو سوف تتوقف عند هذا الحد؟ لا لأن هناك وعود بمواصلة التظاهرات في الأيام القادمة. أرخص شيء في العراق اليوم أرخص شيء في العراق هو الدم العراقي. أرخص شيء صار عند هذه الحكومة هو الدم العراقي. فأي إنسان يموت لا يهمهم ولا أي يرف جفن واحد من هؤلاء الحكام ولذلك دماء هؤلاء ستذهب مع غيرهم من الملايين اللي راحوا من 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 أبناء العراق 7 و8 كل يوم يقتلون مئات من وراء إرهاب داعش ومن دخل داعش ولم يحاسب والآن تجي تريد يحاسب لك على 4-5 يعني بس أنا أقول حرام تطلعون مظاهرات ويقتلون أبنائكم على شيء لا يساوي ما يسوى شيء حرام حرام أدفع دم على هيج قضية لو أطلع أغير نظام ويصبح نظام وطني حقيقي يخدم شعبنا ويخدمكم أو لا تطلعون أحسن أما يقشمرك هذا يقشمرك ذاك يوم واحد يقول تغيير قانون وواحد يقول تغيير مفوضية هذه واجبات البرلمان وعدكم برلمانية تتحركون بها تدفعون دم أنتوا على شنو ده يثبت الصدر بهذه التظاهرات أنه الآن أنا مسيطر عليهم قبل كانوا ينادون بإسقاط الحكومة اليوم بعد ما حد إسقاط الحكومة ينادون بتغيير مفوضية شوف الفرق إيش قد صار وباع اللعبة كيف تصير مع الأسف والله أنا طيب في موضوع العراق دائما الأستاذ قصير معتصم هناك خبر يعني مؤسف في العراق تم تداوله في وسائل الإعلام جزائرية وعراقية نقلا عن مصادر عراقية يؤكد إصابة الصحفية الجزائرية سميرة موافي بجروح بليغة بمدينة الموصل أين كانت تقوم بتغطية الأحداث هناك وكانت الصحفية الجزائرية تقوم بتغطية الحرب ضد داعش منذ عدة أشهر وسبق لها أن عملت بعدة مؤسسات إعلامية جزائرية وحسب ما كتبته أو ما كتبت الصحفية زينب بن زيطة على صفحتها في الفيسبوك استنادا لمصادر عراقية فإن سميرة موافي تم نقلها على متن طائرة عسكرية خاصة لتلقي العلاج بالعاصمة العراقية بغداد وحتى الآن يشرف عليها أطباء مختصون وقيل في بيان لنظن الحشد الشعبي أن حالتها حتى الآن هي مستقرة أود التعليق منك على هذا الحادث المؤسف الأستاذ قصي خصوصا يعني بالنسبة للصحفي وبالنسبة للصحفيين في العراق أنا يعني قبل ما أجي الاستوديو قرأت الخبر هذا ولكن لم يعني أعطي لي تلك الأهمية لأنه هذا موضوع يعني وارد في كل المعارك مراسلين حربي يعتبر مراسل حربي هذا يعني ما معناه ومراسلين حربيين دائما هم يتعرضون إلى هاي الأمور ولكن خلل وين خلي انه الجانب الايسر المفروض تحرر يعني الصحفيين من يجون هؤلاء دي يشوفون حاله السكان والناس الموجوده وكيف حياه عاده الحياه الطبيعيه القضيه انه هذا ايضا خطا يعني انت ما امنت الساحل بالكامل بحيث الناس ترجع وامنه لذلك شوف الهاونات الان هاونات وطائرات مسيره يقول انا اصيبت برصاص قناصه في لا ما اعتقد هذا الموضوع هذا ما اعتقد لانه هي الان اكو منطقه تبعد لا يقل عن 5 كيلومتر 4 الى 5 كيلومتر عن ضفه النهر دجله من الجانب الايسر ما يدخلوها اي مدنيين حتى المدنيين ما دخلوهم ولذلك المواسين الحربيين ما يدخلون هذه المناطق المناطق ما قبلها بالتاكيد اما كتفجير صار يعني او هاون ثم صار رمي هاونات نعم. فعلى اكثر هي شظايا وإن كان موضوع قناصة قد يكون يعني مقابلة بين أشخاص وغيرها مثل ما يسللون داعش إلى المناطق حي السكر وحي البكر وغيرها وحي الزهراء هاي كل مناطق بها تفجيرات وصار بها المطعم اللي في حي الزهراء يعني هذا المساكين يعني مدنيين راحوا يعني شلون دخل هذا الإرهابي إلى هالمنطقة هاي
وحزام ناسف لكن معاناة الصحفيين في العراق يعني كبيرة. أكبر بلد بالعالم دفع يعني ثمن عدم الاغتيال والقتل وغير اغتيالات وقتل, ليس بالحروب, لا هذول كلهم كان قتل واغتيالات. بالله هذه أختنا يعني إن شاء الله لها الشفاء العاجل, يعني هاي في أثناء واجب عملها يعني وانجرحت, لكن أكو صحفيين ما لهم علاقة بالموضوع عن قتلوا. نتمنى للصحفية الجزائرية الشفاء العاجل ولكل الصحفيين في العراق وفي كل مناطق العالم. أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ قصي المعتصم المحلل السياسي والخبير العسكري العراقي, كان معي في برنامج المنتدى الديمقراطي على قناة الديمقراطية من لندن. شكرا جزيلا لك. أشكركم أيضا مشاهدين الأفاضل على المتابعة. السلام. هذا الإنسان النبي يمجد الصدق ويمقت الكذب, يأمر بالبر وينهى عن الفجور, يوصي بالأمانة ويجرم الغش والخيانة, ويصون النفس عن المخدرات وكل أنواع الفساد, ويحببها في الخير والكرم ومساعدة المحتاجين. أقول للمشاهد الكريم, قدم هذا النموذج لأهل مجتمع ما, وستجد أن كثيرا من الناس ربما يبلغ بهم الإعجاب والتقدير والحب إلى حد التقديس والعبادة, لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من أن يغالوا فيه وأمرهم بعبادة الله وحده. صباح الخير إلى كل مشاهدي المستقلة في العالم العربي. انظروا أيها السادة الآن, انظروا إنها تخرج من بين طبقات الغيم والماء, انظروا كأنها تخرج, ها هي الشمس, ها هي الشمس أيها السادة, انظروا 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 أيها السادة إنها خرجت, ها هي الشمس,
يا شمس أيها السادة تخرج على أول نقطة بر في العالم العربي. انظروا أيها السادة، انظروا إلى هذا المنظر، انظروا إلى الضوء.